بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يطيب لنا في مبادرة المجتمع السعودي للموارد البشرية IHR الترحيب بجميع حضورنا الكريم، ونتمنى للجميع المتعة والفائدة. شعارنا هذا الموسم سعوديون برؤية جديدة، حيث نسلط الضوء على الممارسات المثلى للموارد البشرية خلال ورش العمل الشهرية، والتي تحتضنها جامعة اليمامة الشريك المعرفي لمبادرة المجتمع السعودي للموارد البشرية IHR. ستكون بداية موسمنا الأول تحت شعار سعوديون برؤية جديدة بأحد الشخصيات السعودية البارزة في مجال الموارد البشرية وإدارة مشاريعها، حاصلة على شهادة الماجستير في تنمية وتطوير الموارد البشرية من جامعة تكساس M&A الأمريكية، وتمتد سيرتها المهنية إلى 15 عام عملت خلالها في العديد من المنظمات الحكومية وشبه الحكومية كمستشفى الملك فيصل التخصصي وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، كذلك العديد من المشاريع الخاصة بتنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص، وهي الآن تعمل كمستشار غير متفرغ لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذة الفاضلة عهود العمودي، والتي ستقدم لنا ورشة عمل بعنوان الأساليب المؤدية إلى فشل الموارد البشرية في المنظمة، فلتتفضل الأستاذة عهود. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. شكرا معي مايك. يعطيكم العافية. السلام عليكم. بداية أشكر لكم وللمجتمع الموارد البشرية هذه الفرصة الجميلة للتحدث يعني بطريقة خلينا نقول مبسطة، ونبغى انجيجمنت من الجميع في الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد من الأمور اللي احنا دائما نفكر فيها، لماذا تفشل الموارد البشرية؟ سؤال يتبادر إلى ذهننا، وللأسف في كثير من المنظمات يعول الخطأ الأول دائما ما يحذف على الموارد البشرية، هم السبب في فشل، في قصور، في مشاكل. ولكن هل فعلا هي المشاكل دائما من الموارد البشرية؟ هل هي متقصدة إنها تفشل، أو في بعض العوامل اللي أدت إلى ذلك؟ لو حبينا نحدد العوامل أو نجمعها في مجموعات معينة، بس لنقترب في موضوع التفكير من العوامل بشكل عام، حبيت أجمعها في كلاسيفيكيشن متشابه أو متقارب شوية. إحنا عندنا عدد من الأسباب وليس سبب واحد، وتحت كل سبب يندرج بحر من الأسباب والمشاكل. أولها الأسباب التنظيمية، وراح نشوف إيش الأسباب التنظيمية ونتكلم عنها بإسهاب. وفي عندنا أسباب معرفية، ننتقل إلى المجموعة الأخرى وهي أسباب تمكينية، وثم أسباب مالية. لو نتكلم عن الأسباب التنظيمية، دائما ما يعرف إن الموارد البشرية قد تكون حسب نوع المنظمة أو حجم المنظمة ومكانها، قد تكون دائما في shared services أو الخدمات المشتركة. أحيانا موقع الموارد البشرية يظلمها كثير، كل ما ابتعد موقعها عن رأس الهرم ومكان صنع القرار كان أصعب على الموارد البشرية الانتقال والتدرج في اتخاذ القرارات، وفي معرفة ما يدور في المنظمة، وفي الأمور المرتبطة برأس الهرم وتوجهات واستراتيجيات في حسب علمي وحسب الجهات اللي عملت فيها والشركات. المنظمة يكون عندها توجه ورؤية ورسالة. أين الموارد البشرية اليوم من هذه الرؤية والتوجه؟ نحن نتكلم اليوم عن الموارد البشرية، وفي الممارسات الحديثة الموارد البشرية لم تعد بيرسونيل أو ما يسمى بشؤون موظفين. نحن اليوم شريك استراتيجي مهم في صنع القرار وفي إدارة المنظمة والتحرك. إحنا البوصلة، وين تتحرك الإدارة أو المنظمة يتحرك معها الموارد البشرية على نفس الخطوة بنفس التسارع.
فعدم معرفة رؤية المنظمة وتوجهات الإدارة العليا يضع الموارد البشرية في حرج شديد. تسألني عن استراتيجية وتحط لي مؤشرات أداء وتبغاني أأدي، طب أنا ما أعرف إيش الاستراتيجية ولم أكن شريكا في صنع الاستراتيجية، فلا تتوقع مني أنه أمشي بنفس السرعة مع متطلباتك. متفقين؟ نجي لصوت الموارد البشرية. نرجع، كل ما ابتعدنا عن رأس الهرم كل ما كان صوتي غير مسموع. نتكلم عن منظمات قد يكون مدير عام الموارد البشرية ثالث أو رابع شخص في المنظمة. كل ما أبغى أطلع فوق جزء من النص مفقود، كل ما أبغى أوصل وأحاول أني أنا أقدر أأثر في عملية صنع القرار لا، يعني ما أسمع إلا صدى صوتي زي ما يقولوا في كثير من الأحيان. أحد الأسباب الأخرى أو المؤدية لموقع أن موقع الموارد البشرية يحدث عندي ربكة في سير المنظمة، أني زي ما قلت أنا ما زلت أدير بالعقلية القديمة. في مقولة للدكتور غازي القصيبي الله يرحمه أن لا تدير، بمعنى يعني لا يجدي أن تدار منظمات بعقليات قديمة. وأنا مع كل احترامي للعقليات القديمة، ولكن إذا لم أكن أنا وإنت على توافق بالذات مع الإدارة العليا لن أستطيع أن أؤدي. أنا اليوم دوري أني أنا مجرد مدخل بيانات وحضور وانصراف ومن عنده إجازة مرضية، هذا انتهى هذا العصر تماما. لأن في اليوم الـ ERP system والأجهزة خلص، ادخل معلوماتك وإيش المشاكل اللي عندك أو إجازاتك وما إلى ذلك وتقوم بتحليل البيانات وغيره. في ناس مدخلين بيانات يقدروا يقوموا بهذا الشيء، ولكن إذا لم يكن تفكير الموارد البشرية أني أنا زي ما قلنا أخليك كإدارة موارد بشرية شريك، لن يجدي ذلك نفعا. واليوم يمكن نشوف كثير من توجهات المنظمات تغيير اسم الموارد البشرية إدارة رأس المال البشري، لأنه نعتبر أن رأس المال والكوادر هي رأس مال بشري المحرك والدينامو المحرك لأي منظمة. مما يؤدي من مشاكل المؤدية أيضا إلى أن الموارد البشرية قد تفشل بسبب موقعها، أني أنا ما أقدر أعمل عدالة ومساواة ما بين الموظفين في المنظومة. تحاول ترفع طلب خلينا نقول على سبيل المثال في أحد الجهات اللي اشتغلت معها كان في عندنا مشكلة في عملية التسلسل المسار الوظيفي للموظفين، أدى إلى ربكة شديدة وتأخر في الترقيات ومشاكل قعدت بالسنين. ما في أحد جاء وسمع صوت الموارد البشرية وهي تقول يا جماعة إحنا عندنا مشكلة في المسار الوظيفي لابد إن إحنا نحلها. كان تحدث إسقاطات من الإدارة العليا، لا يرقى فلان ولا يرقى فلان. طيب الوظيفة واحدة والمتطلبات واحدة، إيش يفرق هذا عن هذا؟ وليس ولا لها علاقة بسنوات الخبرة. الكفاءات المطلوبة متساوية، سنوات الخبرة المطلوبة متساوية. المؤلم جدا في هذاك الموقف إن كان ما في ثقة برأي إدارة الموارد البشرية، وكل ما ابتعدنا زي ما قلنا إحنا صوتنا صار مفقود. إيش قامت الإدارة يعني العليا رغبة منها في حل المشكلة؟ راحت جابت مستشار. المستشار لا يعلم ما هي المشاكل اللي بتدور في المؤسسة ولا تاريخها ولا إيش المشاكل الحالية اللي أوقفتها أو أعاقتها وأدت إلى هذه المشكلة. فنرجع نقول موقع الموارد البشرية، كل ما كنت قريب من صنع القرار ارتفع معدل الثقة عندي، صار عندي إمكانية أني أنا أوصل صوتي وأقدر أحدث تغيير. أسباب معرفية، نحن كلنا نعرف أن الإنسان عدو ما يجهل. أنا اليوم لما يكون عندي الكفاءات اللي أنا أستقطبها في المنظمة أو رأس الهرم أو نفس مدير أو الشخص القائم على إدارة الموارد البشرية ليس لديه معرفة بالممارسات الحديثة للموارد البشرية، كيف أنا أتوقع أن يكون عندي أداء جيد؟ هنرجع للعقلية القديمة اللي تنص على إدارة شؤون الموظفين. وأحياناً
اختيار الموظفين بعناية لا يتم، لأن أنا يكون عندي للأسف managing crisis أو عندي مشكلة واستقال مدير الموارد البشرية، يلا سد الثغرة بالموجود. وقد لا يكون دائما الموجود أو الشخص المستقطب أحيانا مناسب للمكان اللي أنا أضعه فيه. قنوات التواصل مع الموظفين مغلقة، لا عندي وسيلة لرفع تظلم أو شكوى أو حل مشاكل أو حتى لقاءات مفتوحة مع الموظفين. في إحدى الجهات اللي عملت معاها كان ينقص هذا الجزء كثير، وكنت ما أطلع وأنزل بالأسانسير إلا أسمع الناس الموارد البشرية ومشكلة الموارد البشرية. هم مفكرين الموارد البشرية جالسة على الكنبة ومريحة، وإن هم ما حد يدير باله على مشاكلهم وهمومهم ولا أحد قاعد يحل هذه الأمور والمشاكل، علما بأن كان في قرار من الإدارة إن لا إحنا ما نبغى نتجابه مع الموظفين لأن إحنا ما عندنا إمكانية إن إحنا نصنع قرار. وأحيانا أخرى كان الخوف من الرد على الموظفين لدرجة، يعني كيف أقول لكم، أحيانا في منظمات تسمي كل حاجة سرية وconfidential، كل شيء حتى الجوب ديسكريبشن أو الوصف الوظيفي اللي من حق الموظف أنه يحصل عليه ويقرأ بتمعن ويحتفظ بنسخة منه كان يعد أكبر الأسرار ولا يسمح يعني أنك أنت تشاركه مع أحد. فكانت مشكلة الضعف والتواصل ناتجة عن بعض التوجيهات اللي تصدر من الإدارة العليا، عدم قدرة إدارة الموارد البشرية على تحليل أعداد واحتياجات المنظمة. أنا اليوم لما يكون عندي مشكلة في تحديد مساري، نرجع للمشكلة الأولى، مكاني موقعي ما هو صحيح في المنظمة، ما أعرف إيش التوجه. اليوم الإدارة العليا قررت تفتح فرع جديد أو تنشئ إدارة جديدة، فأنا مبعد تماما عن الموضوع، رح يصير في شورتج في ستاف، لا عندي قوة عاملة تقدر تدير هذا المكان، فيصير بعد كذا إيش، يا توظيف سريع وقد يكون not the perfect fit. أنت دائما فكر fit hire to fit not to fill، يعني جيب الشخص اللي يتناسب مع المنظمة ولا يملي خانة. وهذه المشاكل اللي احنا نقع فيها كثير في مسألة التوظيف وعدم استدامة الموظفين في المنظمة. فالتخطيط الجيد لمشاريع المنظمة لمعرفة التوجه وبوصلة التوجه هو اللي يخلي إدارة الموارد البشرية تنجح في وضع خطة للقوة العاملة. وممكن نسميها أنا أحتاج أعداد الموظفين عشان أسهل أحيانا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لما أجي أقول لهم نحط خطة للقوة العاملة كأني أتكلم عن روكت ساينس، شيء عجيب ما أعرف إيش هو. نقول بس ببساطة، إيش خطتك السنة الجاية؟ إيش تحتاج عدد موظفين؟ وهذه هي خطة راح نبني عليها التكاليف ونعرف وين توجهنا، إيش نحتاج وكم نحتاج عشان نقدر ننجح. عندنا دائما قصور للأسف في بعض المنظمات في موضوع تقييم الأداء. في كثير من الجهات اللي عملت معاها تقييم الأداء لا يتجاوز حضور وانصراف موظف، عدد الإجازات المرضية، سلوك الموظف، التزامه بالسياسات والإجراءات. طيب العمل اللي قام فيه والأهداف اللي حققها طول هذه السنة أنا لم لها أي اعتبار؟ طبعا إذا أنت ما قيمتني عليها وما وضعتها في معاييرك، كيف متوقع مني كموظف أني أنا أنجز؟ هي مو حضور وانصراف. فدائما ما تلاقي موظف يجي ما شاء الله البصمة بالضبط على الموعد وبصمة الخروج على الموعد، إيش المنتج اللي خرج فيه من هذاك اليوم؟ زيرو. وهذه المشكلة. لا نتكلم عن شيء إن إحنا ما عندنا شباب وبنات منتجين، إذا أنا ما قيس الإنتاج أنا كيف عرفت غير منتجين؟ مو منطق أحدد نجاح وفشل شخص وأقيمه طول السنة على حضور وانصراف، هذا نقطة في بحر. إيش صار في موضوع تواصله مع زملاء وزميلاته؟ إيش صار في موضوع الأفكار الإبداعية اللي طلع لي فيها الموظف؟ إيش صار في موضوع الأهداف المطلوبة من الإدارة؟ هل تم تحقيقها ولا لا؟ هل إحنا نمنا وصحينا ولقينا الأهداف محققة؟ في ناس أنجزت، في ناس تعبت، في ناس اشتغلت، في ناس داومت بعد
أوقات الدوام عشان تحقق هدف، وفي ناس جات في الويكند زيكم الله يعطيكم العافية أخذتوا من وقتكم عشان تيجوا اليوم. فهنا يفرق لما أحط معايير واضحة، لأن سبب الأشياء هذه لما يكون عندي إدارة موارد بشرية ينقصها المعرفة، ما تعرف الممارسات الحديثة إيش، ما تعرف إيش الأشياء اللي تدفع الموظف للعمل والإنجاز والبقاء في المنظمة. هذه أحد المشاكل اللي تؤدي إلى خلل كبير. تقييم الأداء والمسار الوظيفي والترقيات ما في لها معايير، اليوم هذا الموظف عجبني انقلوه على الإدارة الفلانية وعطوه كذا، الموظف هذا مو عاجبني وينشب لي ويحاججني ويرد علي وعنده أسئلة كثير، أوقفوه جمدوه وقفوه. حتى في إحدى المنظمات لدرجة منعوا أحد الموظفين من الحصول على شهادة تعريف بالراتب. هل متخيلين هالموقف؟ هل هذا إنصاف؟ لما يكون إدارة الموارد البشرية ما هي بالقوة اللي تقدر تدافع عن الموظفين، أنا لا أعتبر أنها إدارة موارد بشرية، تتحول إلى جزء إدارة شؤون الموظفين، لأنها لم تقف في حق الموظف ولم تساند الموظف ولم تدافع عنه. اللوائح التنظيمية اللي توضح ما لي وما علي، أنا اليوم من أول الأشياء اللي أسأل عنها في أي منظمة أروح أسوي لها استشارة أو تحليل، أسأل اليوم الأول اللي باشر فيه الموظف إيش البرنامج، إيش الاندكشن، إيش السياسة، ودع البوابة الخاصة بالمنظمة، هل قادر الموظف إنه يسأل فيها ويرجع فيها، هل في بريد إلكتروني أنتوا يا إدارة الموارد البشرية تركتوه للأسئلة اللي يختص فيها الموظف ويحتاجها. في كثير من الجهات أعدت برنامج للموظفين الجدد رائع، إيش كانت حصيلة البرنامج بعد ما بذلوا عليه مجهود؟ استمروا الموظفين. في دراسات كثيرة أشارت إلى أن الموظف إذا كان الاندكشن حقه سليم يصير خروجه من المنظمة جدا صعب، لأنه يحس أن أنت حطيت أول بذرة في الطريق، سويت برنامج تعريفي جيد، عرفت حقوقه وواجباته، عرفت إيش له، بنيت قيمة في الموظف يحس أن هذه المنظمة ترحب فيني وتبغاني، عرفتني على مدرائي على زملائي على الأماكن البسيطة، حتى العفو منكم أعرف وين دورة المياه، أعرف وين أقدر أحصل على إذا أبغى سناكس، أعرف وين مديري وين زملائي وين زميلاتي وين الإدارات الأخرى. لما يجي الموظف في البداية زي أي أحد مسافر بلد يعتبره غريب، وبالذات الفريش جراديوتس هدول الناس اللي لازم نستثمر في موضوع الاندكشن يكون قوي. لما ما يكون عندي سياسات وإجراءات، لما ما تكون إجراءات العمل موثقة يحدث خلل، لأنه اليوم أنا أسوي الإجراء بطريقة، لأنه أنا إنسان مجتهد أسويها بطريقتي، إذا راحت عهود من المنظمة توقفت عجلة السير، ما كنا نعرف كيف كانت تسوي، وهذه مشكلة كبيرة. الكل حتى الستارت اب كومبانيز والمشاريع الجديدة اللي بادية تقول لنا لا نبدأ وبعدين ونحل وبعدين نوثق إجراءات وبعدين نشتغل على سياسات، هذا الأساس. هل اليوم أنا يا شباب وبنات أقدر أبني بيت من غير ما أحط أساس؟ شيء طبيعي، مو معقولة أشتري الأثاث وأنا ما بنيت البيت، وهذا اللي للأسف يحصل. التمكين، التمكين والشغف دائما يصنع الفرق. إذا أنت عطيتني كل الممكنات اللي أنا تساعدني أني أنا أتحرك في إدارة الموارد البشرية، أكيد ما راح ألاقي أي معضلة توقفني. الأهداف الاستراتيجية للمنظمة أحياناً تجحف حق إدارة الموارد البشرية، يكون الحلم أكبر من الممكن، ولما تطلب منهم استثمار في إدارة الموارد البشرية وحنذكرها في الأسباب المالية يقول over budget أو مو الحين في المرحلة اللاحقة. المرحلة اللاحقة قد تستمر إذا كنت محظوظ إلى 3 سنوات أو سنتين على أقل تقدير. الصراعات الداخلية في المنظمة، وما أدراك عن الصراعات الداخلية في المنظمة وخاصة على مستوى القيادات العليا.
نجي نتكلم مدير فلان ما يبغى فلان، نجي في الاجتماعات هذا ما يرد على هذا، وفي الإيميلات تضيع يا الموارد البشرية ما بين أصلح من شأن هذا وأصلح من هذا. صرنا مصلحين اجتماعيين، إدارة الموارد البشرية صارت تصلح ما ذات البين وتحل المشاكل علشان تقدر تنجز أهدافها وتحقق المؤشرات الرئيسية اللي تكون عليها. عدم تفهم الإدارة العليا لمتطلبات الموارد البشرية ومساندتها وتعزيز دورها لأداء مهامها بفعالية. اليوم إذا أنا في المنظمة، ونرجع للمثال السابق لما تكلمنا عن وضع خطة اللي هي الـ Workforce Plan أو خطة القوى العاملة للمنظمة، إذا أنت اليوم اعتبرت استثمارك في الموارد البشرية استثمار هدر، عبارة عن هدر، وإحنا إدارة صرف وليس إدارة بالذات الجهات الخاصة اللي تقيسها بالمستوى المالي، كيف أنا أقدر أعزز أدائي؟ كيف أنا أقدر أرفع من مستوى أداء موظفيني؟ كيف أقدر أدربهم؟ كيف أقدر أعلمهم؟ توجهات المنظمة جديدة ومحدثة ومتغيرة مع الوقت ومع تسارع التحديثات اللي احنا قاعدين نمر فيها وسوق العمل المتغير بشكل متسارع. طيب انا اذا ما اقدر ألبي احتياجات الإدارة العليا والمتطلبات ما حقدر اعزز موقفها، وهذا ما ينتج عنه قصور في إدارة الموارد البشرية. القرارات الارتجالية من قبل الإدارة العليا، نيجي اليوم قررنا عندي فرعين راح اسكرهم، طب والناس ايش اسوي فيهم؟ عادي المادة 77، لا يا جماعة ما هي علاقة، لا، لأنه استخدمت إدارة الموارد البشرية كجلاد يحط السياط ويستخدم نظام العمل وقانون العمل لبتر الناس وتخريجهم من المنظمة، وهنا صارت الناس تكره الموارد البشرية اللي يعتبروها في كل المنظمات البوليسمان. كيف تحط علي بانلتيز؟ كيف تطلعني؟ كيف تأذي؟ يعني نوعا ما فيها أذية للموظفين، وإذا ما كنت أنا أساند الناس وأساعدهم بالقوة النظام وبالقانون ما حكون إدارة موارد بشرية فعالة كما أطمح أن أكون وأرتجي أن أكون. التدخلات المستمرة من الإدارة العليا في إدارة شؤون الموارد البشرية، وحتى وإن لم يكن هنالك حاجة، مجرد أبغى أثبت إن إدارة الموارد البشرية على غلط. طيب أنتوا لما حطيتوا الهيكل التنظيمي هذا يوجد ترابط ما بين الإدارات، طيب هو لابد في ترابط ولكن لا يوجد تشابه في الوظائف. الهدف عندي لما أحط أنا هيكل تنظيمي في المنظمة تكون كل إدارة مكملة للإدارة الأخرى، ولكن لا تتداخل الأعمال مع بعضها عشان ما يصير كأن أنا عندي redundancy والإدارات أصلاً ما أحتاجها تكون موجودة. فرض موظفين من الإدارة العليا دون الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية، في إحدى الجهات كنا نسميهم موظف البراشوت، فجأة يجي قرار توظيف. طيب إحنا اللي نصدر قرارات التوظيف؟ لا لا، الإدارة العليا قررت يجي فلان، طيب الكواليفيكيشن حق الوظيفة مختلف تماماً، أنت كيف تقدر توظفوا هذا الشخص اليوم؟ توظفوا خلاص ودبروا نفسكم بعدين، عندكم 3 شهور. هي ما هو منطق، لأن هنا في سبند أنت قاعد تدفع الموظف هذا عشان تجيبه، ما فيك غير أكفى. وللأسف لا ينظر دائما إلى الأكفى من داخل المنظمة، دائما ما يتوقع أن الأكفى يأتي من خارج المنظمة، وهذه أحد المشاكل الكبيرة التي تدور في المنظمات. هل في أي سؤال أو أي مداخلة عشان ما أكون أطفشكم؟ في أي سؤال؟ طيب، أسباب مالية. الاستثمار في الأصول، إحنا لما تكلمنا عن الموارد البشرية قلنا اليوم صار اسمها إدارة رأس المال البشري، فأنا عندي رأس مال وهم البشر اللي اليوم أنا قاعد أحارب علشانهم وقاعد أنا أستثمر فيهم. لما تعتبرني إدارة الشؤون المالية أني أنا إدارة صرف، ما تخصص لي مبالغ مالية مناسبة، سواء لاستقطاب الكفاءات المناسبة، يكون عندي قصور في ضعف الرواتب والمزايا، شيء أكيد. اليوم لما أجيب واحد وأدفع عليه مبلغ وأستثمر فيه بيقعد عندي يمكن حتى قبل ما يكمل 3 شهور ما تلاقي إلا 4-5 جهات استقطبته،
وقد يكون احيانا الفرق اقل من 500 ريال في بعض القطاعات. عملت لفتره في قطاع المطاعم والمقاهي وكانت اعظم المشكلات اللي يواجهها القطاع. اليوم انت تشتغل عند مطعم اكس يجي فرق 50 ريال يروح المطعم واي، الوظيفة نفسها، المزايا نفسها، ما تغير أي شيء، حتى شفتات العمل نفسها ما تغيرت. فاليوم إذا أنت ما تحط مبلغ قوي يسندك سواء في المزايا، إذا ما نبني الامبلوي فاليو بروبوزيشن، القيمة المعروضة للموظفين، ما هي القيمة المعروضة للموظفين؟ هي ليست فقط الرواتب، هي المزايا، هي اسم المنظمة، هي ما تحققه لي في المستقبل، ما تعرفني عليه من أشخاص ومعلومات. في ناس تنضم إلى منظمات فقط لأن فيها كمية مستشارين كبيرة، أبغى أتعلم منهم، أبغى أشوف الفايف بيج كومبانيز في الاستشارات كيف يشتغلوا، إيش يعملوا، إيش النماذج، أستفيد منهم وأطلع. في ناس تقول لك لا، أنا إذا ما يكون الهيلث انشورنس أو التأمين الطبي عندي عالي والأمي والأبوية ما أبغى أشتغل في المنظمة. يمكن من الأشياء اللي أنا مرة فخورة أني اشتغلت عليها وقدرت أحققها في أحد الجهات اللي عملت معاها، أني حاربت وناضلت إلى حد البورد إلى أن وصل اعتماد للموظفين والموظفات بالحصول على تأمين طبي لوالداتهم ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم إن لم يكن مؤمن عليهم في منظمة أخرى. لأن اليوم للأسف التأمين الطبي قاعد يجي للشاب والأم والأبو، لكن الشابة اللي قد تكون تعول هي أم وأبو وأبناء وقد يكون عندها طفل أو طفلة من زواج آخر مطلقة، لا يعولهم نظام التأمين الطبي. ولكن هذا طبعا قبل النظام، والآن النظام موحد، لا يقول لك موظف ولا يقول لك موظفة. وكانت هذه الحجة اللي قدرت أستخدمها لما طلعت البورد، أن الاسم موظف عام وليس مخصص. محدودية فرص التدريب والتطوير، نرجع، أنا اليوم ما عندي بادجت يكفيني أني أطلع الموظفين. طبعا للأسف في أحيانا بعض المدراء يستخدم التدريب والتطوير كعقوبة أو مثوبة، الموظف اللي يعجبني مو عشانه هو يستاهل، بس هو يسمع كلامي وهو يمشي لي واموري معاه تمام، اوديه ياخذ تدريب سكرتارية في سويسرا، ما هو منطق. ولا اقول لا، الكويس والجيد والممتاز عادي يروح معهد الاداره يكفيه، ما حيدفع له مبلغ زياده، ما هو تقليلا من شان معهد الاداره. حتى البرامج، وعن خبره للامانه، رحنا برامج في لندن وفي سويسرا، لندن بيزنس سكول من المدارس الكبيرة في الاسم، أحضر عندهم ترينينج تطلع ولا شيء. في جهات قوية عندها برامج أقوى، قد لا يكون المسمى هو كل شيء، ولكن محتوى المادة هو كل شيء. شفتي؟ طب الحمد لله. يعني هذه هي، أحيانا يحرم الموظف تماما من التدريب، وهذه هي زي ما يقولوا صوت الجلاد اللي أستخدمه كمدير موارد بشرية، عشان مو مدير موارد بشرية، المشكلة موارد البشرية تبغى تطلع الجميع، لكن مدير الإدارة يستخدمها كسلطة. وهنا يجي دور الموارد البشرية، لابد من وضع خطة تدريب سنوية بعد دراسة كاملة ووافية للكفاءات الفنية والسلوكية لكل وظيفة ولكل شخص. قد أطلب رأي المدير في الترشيح، ولكن لا يعني أني أمنع أحد، لابد أتيح الفرصة للجميع. واللي طلع السنة ما يطلع السنة الجاية، مو كل سنة نفس الأشخاص، لابد يكون في تنويع. في جهات اشتغلت معاها للأمانة كانوا يستخدموا المثوبة كدعم للموظف، حتى الموظف اللي أداؤه أقل من المطلوب كان يحصل على مسمى مختلف عن مسمى كدافع له، كانوا يطلعوا برامج تدريبية كتحفيز. أحياناً كانوا الموظفين يتحججوا أن إحنا ما عندنا المعرفة الكافية بهذه المهمة اللي أنت طالبها مننا، يقوم الموظف المدير يرشحه على برنامج في المهارة اللي تنقصه. بعضهم كان يفلح معهم هذا الأسلوب، وفي بعض آخر طبعاً خلاص تم إيقافه، أنا أعطيتك فرصة لم تستغلها فلن أعطيك فرصة أخرى، لأن في موظف قد يكون أكفأ أحق منك فيها.
الفساد المالي والإداري واستغلال السلطة والنفوذ لأغراض شخصية تتعارض مع المصلحة العامة. أعطينا مثال، التدريب أحد الأسباب، الترقيات، أنا لما ما يكون عندي نظام واضح للترقيات وعدد سنوات محددة وصف وظيفي يحدد لي أنا هذا الموظف متى أقدر أرقيه على المستوى الثاني، ما راح يكون في عندي عدالة في الترقيات. أنا ذكرت تقريبا أغلب الأسباب، ولكن أنا محاضرتي أنا حبيتها الطول، بس أنتم ما حشش يعني ما دخلتوا معايا في مداخلات ولا في عندكم أسئلة. أنا أبغى أسئلة ومداخلات قبل ما أختم، ترى أنا تقريبا خلصت. Keep it sweet and simple. تفضل. شباب بنات الله يخليكم المايك. المفروض انه يشتغل. عموما تكلمت عن توثيق الاجراءات. صحيح. صحيح. عموما يعني الاجراءات المؤسسيه في اي اداره. غالبا توثيق الاجراءات انا ما ادري يمكن صحيح اذا في احيانا ممكن يبدا الشغل بعد فتره معينه بعد ما اشوف ان الوضع الحالي يعني مستقر ويعني ماشي معنا كويس نبدا نوثقها. ما هو ضروري ان نوثقها لان يعني الخطر في التوثيق البدائي انا اعتقد انه ممكن تكتشف انه من خلال الواقع ان في اشياء مثلا مفقوده عندك افترضتها سابقا لما وثقت الاجراءات حسب الافتراضات قبل لا تبدا تطبقها. صحيح. انا ما ادري هل التوثيق مثلا في البدايه ممكن يكون عائق للتطور لاحقا في المستقبل؟ أنا هقول لك وجهة نظري الشخصية من خلال العمل أنا عملته. توثيق الإجراءات لا يعني أني أنا أعقدها وطلعها في صيغة كريستال كلير، ما عمرها تيجي كاملة مكملة. على الأقل لو الإجراء له بداية ولو نهاية وصار فيه إجراءين في النص أنا أعتبر نفسي حققت شيء. أقول لك مثال مرة بسيط، اليوم اللي يصير لما الموظف يطلع إجازة يصير هاند اوفر، صح؟ تعطي زميلك اللي راح يقوم بالمدير. عاده ايش يكون؟ عباره عن جدول او دش كلام وهذا الاجراء وهذا سوي كذا وسوي كذا، بالذات اذا ما كان في روتيشن. في بعض ادارات الموارد البشريه للاسف ما تسمح بان موظف التوظيف يقوم ببعض مهام موظف خدمه الموظفين او العنايه بالموظفين او التعويضات والمزايا، على ان المفروض خلال الثلاث شهور الاولى الموظف قام على الاقل لو باسبوع واحد شادوينج شاف الاداره الثانيه كيف تقوم باجراءاتها. صحيح صحيح. فانا اليوم لما ما يكون عندي تدوير وظيفي ايش يحصل؟ هضطر اني انا اسوي كل هذه الامور، ولنفرض الموظف طلع وصار في اي مشكله، ايش اللي يصير؟ وانت في اجازتك يفضلوا يتصلوا عليك ايش سويت؟ ايش حصل؟ كيف اسوي هالاجراء؟ كيف اتمم؟ بينما عندي حلين للمعضله هذه. انا وجهه نظري يعني توثيق اجراءات العمل هذا واحد، حتى لو الاجراء بسيط. عارف قاعده 20-80؟ 20 من العمل، 20 نسبة 20% من العمل يعطيك 80% من النتائج. انت لو اخذت من وقتك 20 دقيقة خلينا نقول في او 20% من الوقت في توثيق اجراء حتى لو كان بسيط ما بين الزملاء واخذت رأيهم في الاجراء، قد اضيف اليك معلومة واضيف الي معلومة، اعطاك 80% من النتائج. جوك الموظفين بعدين او انت ما تأخر شيء على الموظف، ما صار في أي مشاكل وأنت استمتعت بإجازتك. أنا دائما أعطي مثال الإجازة لأنه أنا كنت من أكثر الناس اللي يتصلوا علي في الإجازات، فيمكن كانوا موظفاتي وموظفيني الله يذكرهم بالخير يعرفوا أنه أنا لما أطلع إجازة كل شيء عندهم، معلومات عندهم، إجراءات عندهم، طريقة العمل عندهم، حتى لو صار في emergency case دائما نكون حاطين جدول مين حيغطي مين لأن الإجراءات موجودة. فأنا ما عندي مانع أني أنا أحط إجراء في البداية وأكمل عليه. اليوم أنت حطيت إجراء للإجازة،
فجأة دخل عندي سيستم، أو حتى ما دخل عندي سيستم، صار في تعميم إنما يحتاج الإجازة تطلع للمدير الأعلى الأعلى، خلاص المدير المباشر طالما الاثنين متفقين انتهى الموضوع. فليش أنا أطول الإجراء؟ أقصر الإجراء والكل على علم بالمعلومة. تمام؟ الله يعطيك العافية. بس أنا على هذا سابق في الكلام، بعض الموظفين عنده بعض الإجراءات يحتفظ فيها لنفسه، لأنه يقول أنا أخاف أعلم ولا أخاف الكل يعرف في يوم من الأيام يصير عني عندي يستغنون عني. فلذلك فعلا صحيح فعلا صحيح. أنا ضحكت لأن كان في عندنا مثال زي كذا. أعتقد الكثير واجه هذه المشاكل. فبعض الأحيان ما تلوم بعض الموظفين، ذكي وتعبي لين حصل على المعلومة، يقول أخاف أنا فعلا أعطيه وتروح عليه باردة مبردة. بعد فترة يقولون تم الاستغناء عنك، وكثير حالات صارت أنه أنت في إجازة تعال، بس من طريقة غير مباشرة عرضت الموظف زميلك بعض كيف أنك تقوم بالعمل، خاصة بعض الأحيان في مهارات يعني يحتاج لها شغل فني وكذا وذكاء. يجي شهر كذا الله يحفظك يا جماعة كيف والله كذا عاد إجراءات لهم إذا طوال مشان هذه على النقطة هذه. بس الله قد أفهم تخوف بعض الموظفين من إعطاء المعلومة، وفي بعض الموظفين يقصر في العمل عشان ما يعطوه شغل إضافي. هذه العينات موجودة، ولكن هذه تنمع عن شغلتين. أولا الشخص ما عنده ثقة في نفسه ومهاراته، يعتبر أنه لا أمسكهم من يدهم اللي توجعهم عشان ما يستغنوا عني. هذا عندنا مشكلة، هذا شيء نفسي للأسف، ولم يوفر له الأمان الوظيفي علشان يحس أنه عنده إمكانية أنه يتقدم في المنظمة لمكان آخر. الكرسي هذا ما هو دائم لأحد، أنت المفروض تعد الصف الثاني اللي بعدك. فهذه للأسف موهبة تعطى بسبب الأمان الوظيفي. هذا هو في فترات حتى يمكن يأخذ 20 سنة، لكن الأمان الوظيفي عنده في مو. هذه ترجع للمنظمة، أنا لابد أنشر ثقافة الأمان الوظيفي والتعاقب، وأن الإجراء لا يملك من شخص، مالك الإجراء هو الإدارة. أي شخص في الإدارة المفروض يقدر يقوم بالمهمة، ما هو شخص واحد. ترجع ترى مو بالشخص. طبعًا طبعًا. أكيد. هذا يعرض الفعل. أكيد. أكيد هو ما حصل بين يوم في تراكمات سابقة أدت للشخص إنه يوصل لهذا المرحلة. هل في شيء إضافي؟ طيب أنا أحب أختم بعبارات اقتبستها من الدكتور غازي القصيبي، وأنا من الأشخاص اللي أؤمن إنه هو عراب الإدارة. اليوم إذا كان هناك سر لنجاحي فهو إنني كنت دوما أعرف مواطن ضعفي بقدر ما أعرف مواطن قوتي، وهذه الموارد البشرية. إذا أنا أعرف ضعفي وضعف منظمتي أقدر أحط مواطن للقوة أقدر أمشي عليها. ثق بالله ثم بذاتك، رغم أي ضعف وفشل لا تتجاهل القصور بل اعترف به وتعلم منه، فلا أحد كامل. هذا اللي المفروض الشعار اللي ترفعه إدارة الموارد البشرية، ويكون منهج ليها وللمنظمة التي تكون تحتها هذه الإدارة. الإنسان السعيد هو الذي يستطيع أن يحول كل موسم من مواسم الحياة فرصة لنمو طاقات جديدة أو متجددة في أعماقه. لو اليوم كنت فاشل كموارد بشرية، عرفت بواطن مشاكلي، عرفت قصوري، قدرت أتقدم وأصير أحسن. وإن شاء الله همة للقمة للجميع. شكرا لكم ولوقتكم، والله يعطيكم العافية. تشرفت فيكم جميعا.